شو الكومبوننتس اللي عندي في البروسيس هاي؟ في عندي التانك. التانك نفسه راح نرمز له بالرمز، راح نرمز له بالرمز جي اوف اس الترانسفير فانكشن تبعته، وهذا لينير ما فيش فيه مشكله. هذا عباره عن فيرست اوردر سيستم. طبعا انا هون في شيء ما اهملته وما حطيتهوش اللي هو الفلو اللي طالع من هون. هون في عندي اورفيس، راح افترض انه هاي الاورفيس واحد على ار، راح افرضها لينير ما راح ادخل في هاي بالنسبة ل h between h and t. الكوانتيتي اللي عمالي بتحكم فيها هي h of t او y of t زي ما بدك تسميها. هون انا افترض انه هذا الليفل، فانا عمالي هدفي اني اتحكم في هذا الليفل عن طريق تغيير السيتنج تبعت الهيدروليك اكتويتر. ممكن يكون هذه بامب مثلا سنترفيوجال بامب، والكنترولر عمالي بيقرا من الفلوت فالف اللي موجود. g of s تساوي 3.15 على 30 اس بلس 1. ايش هذا السيستم الاوردر تبعه؟ فيرست اوردر. ايش الستيدي ستيت جين تبعه؟ 3.15. هلا هذا الارقام اللي موجوده هون بصير لها علاقه بالاريا تبعت الاريا القاعده تبعت التانك، وواحد على ار تبعت الاورفيس. اوكي مزبوط متذكرين؟ وبنقدر نشتغل هاي اذا افترضنا انها لينير. إذا افترضنا هذا الفلو لينير ما عملنالوش أو عملنالو لينيرايزيشن، راح يطلع معي علاقة ما بين التنين فيها. طيب قديش التايم كونستنت تبعه؟ 30 سكند. أو إذا بدنا نفكر بالراديان فريكونسي ايش بتساوي؟ 1 على 30 راديانز بير سكند، 1 على 30 راديانز بير سكند. فراح يكون هذا الدوميننت بول، لأن راح نشوف هلا البولز الثانية، البول تبع الأكتويتر راح يكون كفريكونسي أكبر وكتايم كونستنت أصغر. والفريكونسي والريسبونس كمان تبع هذا الفلوت. هلا رح نشوف الفلوت هذا رح يبين معي كانه رح يطلع سكند اوردر سيستم، اندر دام سكند اوردر سيستم. الكل عارف شو الفلوت؟ مرات احنا بنركب زي عوامل، يعني كره صغيره فيها هواء او مفرغه من الهواء، بنحطها على سطح الماء بتصير تتحرك الى الاعلى والاسفل حسب حركه الهاي. بس هذه فيها اندر دام، هاي اندر دامت، يعني ممكن يطلع الليفل تلاقيها عملت زي هيك، نزلت لتحت عملت هيك. الكل فاهم هاي الفكره؟ اذا شو راح يكون متوقع هلا اذا كان هذا السيستم اندر دامبت؟ ايش راح يكون الاوردر تبع الفلوت كسنسر؟ سكند. فالسنسر عندي هون الفلوت، اذا هذا هون التانك اول شيء. اذا بدي احط هون هي البول تبعه صغير جدا لانه الراديان فريكونسي قديش؟ 1 على 30، ايش وحدتها؟ راديان بير سكند. هل هذا ستيبل؟ الكور تبعه نيجاتيف راح يكون لانه هذا ماينس 1 على 30، مش هيك؟ اس بتساوي ناقص 1 على 30. هلا بنيجي على الفلوت ليفل ترانسميتر، او خلينا ناخذ الاكتويتر بالاول. هلا الاكتويتر هي عباره عن بامب، وعملنا ترانسفير فانكشن تبعتها ولقينا ستيدي ستيت جين تبعها، وراح تطلع معي بتساوي 10 الموجوده وين هي كنترولر واللي هي جزء من الاكتويتر. راح افترضها الان انها جزء من الاكتويتر، فراح نسميها جي اوف اي تساوي 10 على اس بلس 1. ايش الاوردر هون؟ فيرست اوردر. ايش البول؟ لاحظوا هذا 1 راديان بير سكند، وهذا 1 على 30 راديان بير سكند. اوكي ماشي تمام. حتى لسه عندي مشكله هلا، رحت حتى هذا بقدرش احطه هون، وهذا مقطع سكيل صار. كم بول صار عندي؟ هذا سكند اوردر سيستم. هلا نسال سؤال قبل ما نكمل، هذا السيستم ممكن يصير انستيبل؟ هدول التو بولز مع بعض لو زدت كي ما ممكن، لانه هدول التين رح يقتربوا من بعض، راح يصير كريتيكال دام، راح يطلع لفوق ينزل لتحت. بس انا ما خلصت، ايش عندي هلا؟ لسه عندي الفلوت. الفلوت او السنسر تبعت الفلوت ترانسفير فانكشن تبعتها خلينا نسميها جي اف اس تساوي 1 على اس ترقيع على 9 زائد اس على 3 زائد 1. هي ممكن احطها اذا بدك اضرب البسط والمقام في 9
بتصير هاي 9 على اس سكوير زائد 3 اس زائد 9. ممكن احطها باي شكل الان، الشكل اللي انتم تعلمتوه. اوميجا ان سكوير. فبتصير عندي هاي اوميجا ان سكوير اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. فبكون عندي اوميجا ان سكوير شو بتساوي؟ 9، اوميجا ان بتساوي 3، و2 زيتا اوميجا ان بتساوي 3. فبصير عندي بحط اوميجا ان بتساوي 3، شو بضل عندي؟ 2 زيتا بتساوي 1، اذا زيتا بتساوي شو راح يعطيني؟ ما دام هذا السيستم مين اللي اوفر دامت؟ الفلوت نفسها اوفر دامت، كم بول الها؟ وشو راح يكونوا؟ شو لازم يكونوا ما دام اوفر دامت؟ كومبلكس كونجيجيت بير. قديش القيم تبعتهم راح تكون؟ راح يكون عندي مثلا هون لو اخذنا زيتا اوميجا ان راح تكون 3 على 2 1.5، مضبوط؟ فراح تكون هذه تقريبا هيك هون، المشكله مش راح اقدر ارسمه هون، ارسمهم كلهم هون. عندي هي هاد هي هاد. وقديش اوميجا دي راح تطلع معي لهذا الفلوت؟ اوميجا دي راح تساوي اوميجا ان، مضبوط؟ في ايش؟ واحد ماينس زيتا سكوير نسيته، ثلاثة، واحد ماينس ربع مش هيك لأنه نص تربيع، بصير عندي ثلاثة في بوينت في جذر البوينت 0.75. قديش تقريبا تطلع؟ حد يطلع الرقم على الآلة الحاسبة. يعني جذر البوينت 0.75 بتكون تقريبا قول 0.8، ثلاثة في بوينت 8 يمكن حوالي يعني 2.5. طيب لو فرضنا اذا 2.5 فهاي اعتبرناها احنا 2.5 تقريبا هون يعني. اوكي ايش صار عندي السيستم؟ طيب السيستم هو سكند اوردر ولا فورث اوردر؟ سؤال مهم. الفورورد هذا كله هيو، هذا بول وهذا بول مش هيك؟ هاي تو بولز. تمام، لما بدي احلل السيستم بالروت لوكس لازم اخذ بعين الاعتبار الفيدباك، فهذا السيستم فورث اوردر، كم بول عندي فيه؟ 1 2 3 4. هل ممكن يصير انستيبل؟ ان هذول الاثنين راح يقتربوا من بعض يتحركوا بهذا الاتجاه على 45 درجه وناقص 45 درجه، وهذول الاثنين راح يتحركوا بهذا الاتجاه على 135 وناقص 135، مش هيك؟ متذكرين بالروت لوكس؟ اوكي؟ متذكرين ولا ناسيين؟ والاسيمبتومز لانه عندي اربع بولز وما عنديش زيروز، ايش راح يكونوا الاسيمبتومز زواياهم؟ 45 ناقص 45، 135 ناقص 135 او 225. اوكي الكل فاهم؟ ففي لحظه معينه هذول التو بولز راح يتحركوا راح يقطعوا الجي اوميجا اكسس، فعندها راح يكونوا. كيف بطلع قيمه كي؟ بقدر اطلع قيمه كي تمام، او اذا بدي ممكن بالراوث مثلا اني اضرب هذول كلهم واطلع ترانسفير فانكشن النهائي. اوكي هلا السيستم بوضعه الحالي ما في نون لينيرتي، هذا السيستم فول لينير، مضبوط؟